توالت ردود الأفعال حول قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمد مظلة الحماية الاجتماعية على المواطن المصري، وذلك لتخفيف الأعباء التي سببتها الأزمات الإقليمية والدولية. وأعرب العديد من الرموز السياسية والمجتمعية والدينية عن سعادتهم بالقرارات التي جاءت في صف المواطن المصري والمواطن الأولى بالرعاية، والتي ساهمت بشكل كبير في توفير غطاء حماية لمواجهة الظروف الاقتصادية العالمية.